الدراره. ها اخوتي غادي يجي الدار اخويا ندخلوا عتصا من ها سوايين برا. لا اله الا الله غاوش اخواتي شوفي روحي الشوفه بحال الليل ما عرفتي كيدي لا توما الاخوه راه مع جيت للدار بقيت نطيح مع فار. السلام عليكم يا اخوان تحيه لكم مرحبا ألف مرحبا اللهم صل على الرسول عليه السلام كل شيء صلى على الرسول عليه السلام اخواني راني رجعت اليوم 11 الصباح من بعد الالاف ديال الميساجات اللي مصيفطين ليا بعد الناس اللي غيقول لي راك راه رجعتي راه طيحتي الدل غنقول لهم عشيري انا نقول لك هما اللي طيحوا الدل علاش لانهم هما اللي تيتصلوا بيا وتعيطوا عليا راه ما درنا لك والو الحقيقه راه ما داروا لي والو راه قلت لكم اخوتي تشدني واحد السخانه الناس اللي تشد فيهم العين الناس اللي تسخر عليهم راسهم وتولوا طالع عليهم الدم غير بوحدهم عرفوا ان هذاك الشيء تابعه ولا شي عين يا خويا فهمتيني اخوتي دابا انا راه جيت في 11 الصباح حطيت الحويجات ديالي وخرجت من الصباح دابا شوف شحال في الساعه ها انتوما ها شحال في الساعه دابا بلاش باش نوريكم شحال في الساعه ها راه 4:51 اليوم الثلاث اليوم الثلاث الا حطيت لكم فيديو اليوم راه عرف انه راه اليوم واش فهمتيني ما عرفت انا دايرو ما تنعاود لا فيديو لا والو ثلاث دقائق هادي بغيت نمشي غنمشي ندخل وغتشوفوا كل شيء بعينيكم دخلت الصباح حطيت ولكن دابا كاينين هو قال مجموعين غنمشي غتشوفوا كل شيء بعينيكم منا غندخلوا للميركادو ونشري شي لعيبه ياك ومن تما شي لعيبه باش ناكلها انا ما غنمشيش فهمتيني هو الحقيقه ناس اخويا بالرجوله وثاني حاجه اللي خلاتني عاوتاني رجعت هي ان ناس من اطيب خلق الله ناس من اطيب خلق الله ما فيهمش يا خويا ديك اللعيبه ديال ان راه هما سمعتيني جبدتهم انا اللي درت لهم انا اللي قبيح بالرجوله انا اللي الحقيقه جاتني ديك السخانه والله اللي عالم بيا ما درتش بالعاني ومني بنادم تيطلفك ما تنحملش انا مني بنادم يطيح ليا تنطيح انا الراس مني تتنفق عليا تتنفق عليا انا فهمتيني يلا الاخوان نمشيو يلا وحنا اخوت غاديين دابا حنا غاديين نمشيو ندخلو ونشوفو شنو تيديرو فهاد اللحظه اما اخوتي الناس اللي تيقولوا لي والناس اللي قالوا لي رجع تحيه لكم حياه تزوفريت ما حياه ما والو اخوتي راه اللي يقول لك الله محمد باغي لك الشر هاد الناس هادو انا معاهم باش انني انا الحمد لله فهمتيني هاد الناس هادو حقيقه تنقرص عليهم اسمحوا لي اخوتي تنقرص عليهم فهمتيني دابا هانتوما باش تعرفوا انني اخويا راه مشيت في الصباح دخلت ما مشاتش كاع الخدمه هي سويندرا مازال كارطونه مشات الخدمه جيت حطيت حويجات ديالي ومني حطيت الحويجات ديالي اخوتي شنو وقع خرجت حطيت حويجات وخرجت ها تا الصباح انا لابس سبرديله وتنظاره سبرديله يا ودار وتعيطوا عليا عاوتاني ها انتوما تيقولوا لي فينك عندك جيت ما كنت واش باقي مقلق يلا نشوفهم دابا غنلقاهم بعدا فين تما نمشي اخويا للميركادو ناخذ الميركادو هو السوبر مارشي غناخذ شي لعيبه ايوا من تما نمشيو الاخوان انا شوفوا الاخوان انا ماشي طالق عليكم ها انا راه غادي للعمال وشكرا اي واحد اللي قال لي رجع عرفتي علاش هذه بحال تجربه فهمتيني اللي قال لي معلم مزيانه ها الحقيقه راه بهذه الخرجه هذه راه تتخلي بنادم يولي يحترمك بالدوبل اما هما راه تحترموني ودايريني كثار منهم فهمتيني حيت هما ما عندهم ما يخسر نوريك الالاف ديال واحد هنايا ما حملوش اش تيقولوا لي صافي خرج بحال هكا الله يعاون اما انا اللي نوضت عليهم مريح ماليا كرطونه راه بديت نعاير راه واحد الايام راه ديك الايام راه كانت بلوكاتني راه هاد الايام اللي ديسبلوكاتني بدات تصيفط لي ميساجات حنا ما درنا لك والو انت بوحدك يلا يلا نمشيو ماشي نقطعوا الشنطي نقطعوا الشنطي وغنمشيو من هنايا شتي واخا مول الطوموبيل كان بغى يزرب علينا لا نمشيو من هنا احسن نمشيو من هنايا انا راه الله يدير شي تهاوي خويا الا كنتي مع شي مرا ولا شي عائله ساكن معاها ما تبعش راي هذاك اللي غيقول لك معلم احنا ما عايشينش في الدلع عشيري واخوتي عاد كرك تعيش في الدل والله ما نجي والله ما لا ما نجي نشارك معاكم كره شحال هذه في النهار الاول كره مشيت بحال هادشي واش تسطيش هانتوما الاخوان جينا هنايا هاد السوبر مارشي سمعتيني هانتوما اثمينه
تزادت شويه على ذاك النهار. القهوه شحال دايره بالنسبه للناس اللي يسولوني؟ هذه هي القهوه اللي مشهوره عندهم الشا بيلا. عرفتي شحال كانت ساويه؟ كانت ساويه 10 دريال في 2019، دخلت كورونا تزادت ولات 15، دابا ولات 25. قال لك كورونا اللي غلاه الساعه ماشي كورونا. شفتيني الحليب وريناكم ديك النهار يا الشيخ. شفتيني باش نبقاو شافوا المشاكل اخويا. شفتيني انا اللي خويا تجيني واحد الطبخه تتولي قبيح، ماشي جوج نولي قبيح، تنولي باغي غير نتغاوت بوحد. وما تيجي شي واحد ملي تكون طالع عليا الدم ويجي شي واحد بحال هبش معايا تنتفرقع عليه. ولكن اخويا بالرجوله انا شنو نقول لك؟ هيا فين العيب؟ فين هو السكر؟ شوفوا السكر واش تزاد. الدقيق هذا هو احسن دقيق، هذا تا هو هذا رخيص، هذا واش ندير به المسمن؟ تا هو مزيان، هذا مزيان، تيجي مزيان في تيجي مزيان في المسمن، هذا احسن من هذا. هذا تا هو تيجي مزيان، لكن هذا هو اللي احسن. ها هو 6 دريال و50 ضربوه بجوج مرات، هذا 8 دريال ونص ضربوه بجوج مرات، هذا 9 دريال، هذا احسن كاع، هذا غالي ولكن ما عمري جربته. انا فتح جاتني لي عرفتي شحال كان ساوي هذا الدقيق كيلو؟ كان ساوي 4 دريال في 2019. شو شحال ولا ساوي؟ شو شحال ولا ساوي؟ شوف ناري السكر. فين السكر؟ ها هو السكر، ها هو السكر. السكر كان تساوي 2 دريال ونص، حيت البرازيل هي مشهوره بالسكر. شوف هل ولا شوف لا ولا هادشي بزاف يا خويا بالروج ولا تشنشيط يا شيخ. يلا مشو للدار وشوف. الروز راه ولا عندهم غالي. يلا بقاو معنا الاخوان، واحد جاري معايا تنسمعوا الحشيش هنايا، بقاو معنا. احنا خوتي غادي نجي للدار اخويا، ندخلو نوريكم مع الدخله نشوفوا الاجواء في الدار كي دايره. اجواء هذه احنا مجموعين بجوجهم. يلا بقاو معنا. وخوتي راه في الغربه مني تكون مع تتكون مع عائله يمشي بحال تزوفريت، راه اخيب عذاب اللي تيقهر الشباب في الغربه هو تزوفريت. عذاب، شتي واخا تربح ما عرفتش شنو تربح، شتي واخا تكري فيلا ما حياه ما والو، شتي واخا تكري فيلا الناس اللي تتفرجوا فيا غيعرفوا هاد الهضره هادي، شتي واخا تكري فيلا ويكون عندك ما عرفتش شنو يكون عندك، الحياه تزوفريت انا ما تنحملهاش، كل واحد وراسه، انا ما نحملش نعيش تزوفريت خويا. اما من تكون مع هاد العائله ولا هي النساء تتكون حسن، تلقى الماء كيتصابون كتصبن حويجاتك، تلقى الغداء تلقى مقاد، فهمتيني؟ خاصك غير تحط باي ديالك، ما حطيتيش راه أي واحد ما يعقلش عليك، فهمتيني؟ أنا هما عيطوا عليا ماشي سمعك أنني تنحط باي ديالي، غير هما حبوني في الله. أنا دابا غنحل الباب ونشوفوا غطلعوا معايا درجة 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 درجة، لا بغا يتابع. قوم معنا المشكلة، لحت لي الساروت من الفوكش، لحت لي الساروت ديالي هذا ملي لحتو ليا وزدت لحتو ليا دابا، مبغيتش نصور انا الفوق على الفحل. يلا شوف احنا غاديين الغابة مريحين مع اليوم ما بيهم، لكن عرفوني جاي عرفوني جاي. شكون اللي مريح الصالة ما عرفت؟ مريح حتى واحد. هالكلاب توحشوني. شوف 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 شو الكليبات، شوف راه تتفرجوا في فيلم، شتي تتفرجوا في فيلم. اش غندير دابا انا؟ نريح هنا. سمعتوني راهي هذيك هنا غندخلوا على صوين راه صوين راه لا اله الا الله. دراوش اخواتي شوفوا فيا واحد الشوفه بحال لي ما عرفت كي يدير، شوفوا فيا واحد الشوفه ديال انني واش شويه يديروا لي الزرافي الناس. دراوش اخويا بالرجوع انا ما تكذبش عليكم اخوتي، الناس اللي قالوا بانك انت اطلق علينا كذاب، اش نطلق عليك اخويا؟ ما بقاش نطلق عليك، نطلق عليك في البلان انا ما عندي ما يدير، انا نطلق عليك. انا جيت كسلت عليهم هنايا اللي دويه كل الدواء، راه الاخر في المريحه الشا، راه الاخر في المريحه راهي الشا طالع بالسبرديله. تخافوش عليا هاز لكم الدرابو بالرجوع، ماشي هاز لي الدرابو بانني حاقر عليهم، لا غير انا الله عطاني الله واحد الحمد لله
الحمد لله والشكر لله. اما الناس يقول لي انت كذبتي، نقولوا انا كذبت ودرت بالعاني ومشيت كريت بيت ايوا بغيت نشوف. اما انا الحقيقه بالروج وانا خرجت بوحدي، طلع لي الدم راسي سخان عليا وانا نخرج بوحدي، فهمتيني؟ هذا الشيء علاش. هانتوما الاخوه راه مع جيت للدار لقيتهم طايفين مع فار، دخل فار من هنا شتي جاوني دون. علاش الفار دخل هنا؟ هادو علامة فار الاخر في الخيبه هذا من الفار كارول هاط فوجي هذا شو غطيه سبير ولا لك خليه في اللي دراوش يلا بقاو معنا الاخوان ما غنهضرش معاهم فهمتي واخا هما باغيين يهضروا لكن دراوش فهمتيني الله يدير شي تاويل اخويا بالرجوله الله يدير شي تاويل وانا نصحتكم الاخوان راه بزاف اخوان بالرجوله تحيي الناس اللي دعموني تحيي الناس اللي نصحوني في سبيل الله انا عارف اش ندير بالرجوله انا عارف اش ندير اي واحد نصحني ما توافقش ليه مع النصيحه ديالو ما يتقلقش مني لانني انا اللي كاين في هذه اللحظه وانا اللي عارف اش ندير في هذه اللحظه انا والله يا خوتي الا تهز لكم الدرابو بالرجوله اي واحد غيبدا يضحك ولا هز باش هز لنا الدرابو خويا مني الناس تتكون مريح وراسك تسخن عليك وتولي تغوت عليهم وما دايرين لك والو وبواحد اللحظه تنقول لهم الله يعاونو عاونك هزيت حوايجي وليت غادي خارج وتولوا عيطوا عليك اخويا انا راه وليت تنقول ما عرفت شناهو جدات هاد الناس هاد واش هاد الناس انا واش هاد الناس هادو عندي شي بير ديال البترول ما عرفت شنو عندي ما عندي والو ولكن تبقى واحد الولف واقيلا ياك فهمتيني انا راه كره كان شي حاجه فيها دل لا بلا ما تقولها ليا شي انا اصلا تيكون كاري ليا شي واحد غير كاري ليا كنت كاري انا عند وحده كانت تقول لي ما تضيعش الماء ما توسخش هذه ما تدخلش لهذه جي في الوقت هذه كانت كاريه ليا بيت كاريه للمصريين وكاريه واحد من الباراغواي وهي ساكنه معنا في السبارت ما هي عندها بيتها وتفرقعت عليها وقلت لها الله يعاونو عاونوك وزدت الله يعال بكراك قا غنمشي انا وغت فهمتيني كاين شي داكشي يا شيري فهمتيني اي واحد جا عند برازيليه هاي جات عصيتون ها الاخوان سمعتوني الاخوان بقاو معانا الله يدير شي تعاويل غيقتلوا واحد الفيران بعد دخل شي فار هنا القام بغينا يقتلوا شي فار واش نتوما دخلوا لي بشي فيران الفيران البوطه هذيك الشيء علاش باغا هذاك الشيء علاش باغا يروحوا يقتلوا الفيران فهمتيني معولين عليا انا بالروج انا دابا هو الراجل ضد الدار قالوا لي اجي عاون تعال يا سوني اخواني درابو مهزوز اخوتي يكونوا هاني اقسم بالله وكل شفت شي حاجه ضد لك راه جيت راه غنمشي نكري اي حاجه راك شتوني راه دوزت يومين وانا كاري بوحدي راه يومين مشيت كريت واي واحد قال لك دار ديال بواها تاش دار ديال بواها اخويا مشيت كريت احسن وطيل باش عرف بنادم باش عرف انني انا معايا الله ومعايا الوالدين فهمتيني معايا الله ومعايا دعاو الوالدين الحمد لله مع من خير وتحيه الرجال وتحيه الناس الزوينين يلاه بقاو معنا الاخوان شقت لهم عام داك الفار باش نبدلو عليكم شويه البلان الاخوان بقاو معنا غتشوفوا فيران Coisa na cabeça.
توما ياس Se põe, sabe o que é pra zoar, cara? É a tela, é a tela. Mas quando ficar quando, de que não foi? Pô, calma, boa bola. Mamãe! Hã? Você tem dinheiro pra me comprar setor, não pra fazer a unha do pé e da mão? Porque não tem setor, não. Ali! Há cinco ratos, tava, ele subiu até aqui. O aqui não faz nada, Mas ele não vai correr pra sala. Eles passam nesse aqui e vai até aqui e volta. Eu tenho outro vídeo que aparece três na hora. Eu quero bater mais. É igual, mas jeez. Aí tu طايبين مع واحد الفيران قتلتهم اليوم اخوتي راه مع السطوح هذا وتجيبوا الفيران يا خويا دخلوا لي ما عرفتش من دخلوا ها دابا دخلوا تخبوا ليهم في تخبوا ليهم اخوتي في الفران شعلوا الفران دابا هما يبغوا يهربوا هربوا جوج وماتوا ثلاثه قتلتهم بطل انا في قتل الفيران زين يا عم الناس بشكل يلا اخوتي تحياتي لكم او معنا